الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله وابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم القصائد هذه تطرق أسماعكم في كل لحظات بعد مو كل يوم، لكن حادثة الحسين يتجدد معها كل شيء. تبع قصيدة قديمة مضى عليها دور طويل وزمن طويل، لكن بمجرد هاي من الأسرار، هاي من الأسرار، بمجرد أن يأتي بها الفرد في أوقاتها تؤثر أثرها الكلي. الزم نفسك عاد. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. هو يحكي عن نفسه لو عني وعنك. والليل يشهد لي بأني ساهر من طاب للناس الرقاد فهو مو. ليش ساهر؟ ها؟ ليش ساهر؟ ليش انت ساهر؟ ليش بالطرقات؟ ليش بالشوارع؟ ليش من مكان الى مكان؟ والليل يشهد لي باني ساهر ان طاب للناس الرقان فهو مو. قال ما تدري؟ اسمع من قرحة من قرحة من قرحة لو أنها بيلملم نسفت يلملم جبل بيلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. قلقان تقلبني الهموم بمضجعي قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهمون. أريد أروح وياهم، أريد أسلك طريقهم، أريد أن تشف الحساب، أريد أدخل المعركة. من قرحة لو أنها بيلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم. يتمنى فعسى أنال من التراث مواضيا فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف يحبها أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين محشر الذين. ها هذا الدين، الدين جهاد، الدين هو الجهاد. هي دين محشر الذين تقدموا في السماء
يتقدم الاموي وهو مؤخر. ها وياي ولا وياي شاركني. ويقدم الاموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. اضرب لنا المثل قال مثل ابن فاطمة. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاتها يتنهب يرقى منابر احمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد. حتى استضاق به الفضاء الأعظم خرج حسين من المدينة خائفا كخروج صحيح. ها انت تمشي ويا الركب لو ما تمشي. ها تمشي ويا ركب الحسين لو ما تمشي. انت اللي قاعد هنا تمشي اليوم ويا ركب الحسين لو ما تمشي. تمشي يلا جنب نفسك. جسدك هنا قلبك يمشي ويا الركب. خرج الحسين نكرر البيت احسن حتى نمشي ويا الركب. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلحت مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأن الماء عليه محرم. انت يا ابو الحسشة قال من مصر موسى نبي الله طري. هذا ابو الحسشة. من مصر موسى نبي الله طري والصبط مطرود من سيف الوليد. خرج موسى والفضاء ظل يقطعه محترق قلبه ويجري مدمعه لكن ما خرج ويا حريم. خايفين من السبع مثل الشهيد. من مصر موسى نبي الله طريد والصبط مطرود من سيف الحنيد. خرج موسى والفضاء ظل يقطعه محترق قلبه ويجري مدمعه لكن ما خرج ويا حريم مروحه. خايفين من السبا مثل الشهيد والتجا موسى بنبي الله شحيد. اما لو قال له جرح قلبك يطيب واتجا حسين ابو سكينه غريب بمكه محتمدها وامر بذبحها يزيد. خلوني وياكم كان هذا اللي جنب نفسه. هذا انت تجنب نفسك تجنب نفسك ويا الحسين جنب نفسك الان. هذا على لسان محمد لكن احنا ويا محمد.
يحذرني وياكم شان تدرب طاق احروق. هاي ابياتك يا ولا، هاي ابياتك انت شيخي. تدرون بي من قبل يا حسين محروم، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب. ظلوة ابو الحسنين ما حاط الرجاجي، قدار للبار وأراد يبقى على التربان خد بلا وسادة، ولا أشوف لك وياي يا محمد شهادة. اتحسر محمد ويل قلبي وصاحب الويل، هيجت نار بمهجتي وعججت نار بمهجتي وهيجت همي. ليكم يا خويا الفوز وانا الحزن سهمي، والله لخلي الدمع طول العمر يهمين، ولا بطل من النوح لنهار ولا ليل. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أشفقن منها وحمل الإنسان ف
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العلي العظيم. تقدم الكلام اليوم الماضي حول هذه الآية. تتمة الحديث المار الذكر بالأمس. الأمانة اختلفوا فيها على أقوال، والمجمع عليه في الغالب عندهم عن أقوال أهل البيت سلام الله عليهم هي التكاليف الشرعية. الأمانة تكاليف، هاي التكاليف الشرعية لا بد وأن يحتفظ بها الإنسان كاحتفاظه بالأمانة، وأن لا يفرط فيها، لأن الأمانة أمانة مضمونة وأمانة لا يضمن صاحبها. الشرع يجعل الأمانة ما بين ومنهجين أو صفتين، منها ما هو مضمون يضمنه صاحبه، منه ما ليس بمضمون. ذاك بحث ثاني، ذاك بحث يتعلق بالأمانات، يعني بحث فقهي بحث. لكن الكلام في التكاليف، التكاليف الشرعية ملزمة لا بد وأن يؤديها الإنسان بصدق، يؤديها بإخلاص، يؤديها بتوجه، يؤديها بالتزام، ليس بقول فقط. قلنا في المقدمة الماضية أن الهداية من الله، هذا لا يشك المسلم. المقدمة بالأمس أن الهداية من الله لا يشك مسلم في الأرض، أن الهداية قل إن الهدى هدى الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الهداية من الله لا يختلف أحد فيها. من هو الهادي ومن هو الواسطة؟ هو الله. من هو الواسطة في الهداية؟ نقطة ثانية، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو المبلغ لهم ذلك؟ نحن، يعني اللي نبلغ إليهم، وجه لهم الهداية، وجههم، الزمهم يا محمد، علمهم الأحكام، بصرهم الطريق، اسلك بهم السبيل. من هم؟ نحن، نحن أمته، أمة محمد. أحد يشك؟ إذن يبقى الله هو الهادي والواسطة محمد صلى الله عليه وآله، ونحن المبلغون. يا أيها الرسول بلغ، يبلغ علما، يبلغ للبقر، ها؟ لو للبشر، بلغ للبشر. ذاك هدايتهم تكوينية، البقرة هدايتها تكوينية، الحيوانات هدايتهم تكوينية، مجبولين عليها، مفطورين عليها، مخلوقين عليها. البشارة إلنا، الإنذار إلنا، الزجر إلنا، الأمر إلنا، النهي إلنا، التوجيه إلنا، الإلزام إلنا. احنا الملزمين، نلتزم بالأمانة التي أرسلها الله بيد رسوله محمد، ونعديها حتى لا نفرط فيها. والمفرط فيها هو الفرد الخارج عن الإنسانية، المنتبه من الإنسانية، اللي يروح يريد يصير ويا البقر، ويا الوحوش، ويا الحيوان الأعجم، ويا الغاب، ويعيش في الكهوف. هذا الذي يرفض رسالة محمد،
محمد يريد يسوي الانسان، يصوغ الانسان انسان، يعلم بالانسانيه، يكلم بالانسانيه، يهديه الى الانسانيه. والفرد اللي يريد يشذ عنها ما عندنا الا صنفين، اما انسان واما حيوان. اكو اخلاق، اكو هناك قيم، اكو هناك اوامر وزواجر، اكو عفه، اكو صيانه، اكو امانه في الارض، اكو محافظه في الارض. محمد يقول صلى الله عليه واله: جئت لاتمم تلك المكارم. شو يقول والحديث؟ جئت لاتمم. انت تعرف الحديث، ما يحتاج انا اقوله. جئت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني اخلاق اكو لو لا. ما يجي محمد اليوم ويشوف الاخلاق قد انتزعت كليا. والله ان اخلاق الباديه بالامس واخلاق البداة بالامس الذين يعيشون في الصحراء لهي احسن واجمل من اخلاق هذا العصر الذي عصرنا بمعصرته فاخرج ما فينا من اخلاق وانسانيه. ماذا بقي من الاسلام؟ ماذا بقي من الاسلام؟ نهتف بمن ليعيد لنا اسلام محمد. هنا عاد نهتف بمن ليعيد لنا اسلام محمد واخلاق محمد واوامر محمد ونواهي محمد وصلاة محمد ومساجد محمد. من نهتف بمن؟ بمن نوجه وجوهنا؟ علما، علما نقول له تعال اهد الاسلام لنا كما كان. لمن نخاطب؟ عدنا حال. اقرا قصيده السيد جعفر وتعرف من الذي يحجون وياه، مو انا. راجع قصيده سيد جعفر رحمه الله وتعرف من اللي احنا نحكي وياه. قد اصبح الدين، ها تتعرفها وتحفظها احسن مني انا. قد اصبح الدين منهم واحد يشتكي سقما وما الى احد غير الحسين، وما الى احدين غير الحسين شكا. وجه وجه علما للحسين، قال تأنقذني الحسين. قال لي شبيك ايها الدين؟ قال اللي يصعد على المنبر قام يشرب الخمر. منبر الرسالة الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم وأسسه محمد وأرشد عن طريقه محمد أصبح يشرب الخمر، يشرب الخمر عليه ويتقيون في المحراب بعد شربهم. أو لا، أو التاريخ أنا كذاب فيه، هذا التاريخ، روح راجع التاريخ شوفه، شوف شوف التاريخ هذا لو لا. أنهم يشربون الخمر ويأتون ويصعدون على منابر رسول الله ويتقيون الخمر في المحراب عند الصلاة ويصلي لهم صلاة الصبح 5 ركعات ويرد يقول لهم أزيدكم بعدين؟ تبغون أزيد من 50؟ مثل ذاك اللي جابوا للشهادة مرة واحدة، للشهادة جايبين واحد للشهادة، قال هذا الفرد الذي جايب منه، قال هذا عادل وكذا وهذا شاهدي، قام يطعن في هذا الثاني. لابد يوجه الطعن في اذا كان مثلا هناك طعن مسموع، مو كل طعن يوجهون الشريعة، لا يكون طعن مسموع. فوجه الطعن في الشاهد ما يريد يشهد عليه، قال انا ما اطعن فيه بشيء من هنا وهناك، اطعن فيه انه لا يصلي بس. ما يصلي، اجل استريح منك. نادوا عليه تعال،
حتى يتأكدون منا أنه صحيح هذا الشاهد. بعد ليش روح وجيبه وتعال وودي وطول وعرض وكذا وأيام؟ تعال أنت، تعال أنت تصلي. قال ها عجل ما صلي بعده، أكبرنا بوحده. أنت تصلي؟ قال إيه أصلي. زين صلاة الصبح كان؟ قال أربع الصبح أربع. التفت لي ذاك قال لي سنتين، قال أربع مهم راضي. أربع مهم راضي أنت تقول سنتين؟ أكو أفراد الآن شريعة محمد قائمة بالأمانة، الأمانة الصلاة. في بعض التفاسير أن الأمانة هي الصلاة، حافظوا على الصلوات مثلما تحافظون على الأمانات، حافظوا على الصلوات. فهي من أجلها قام الدين، ومن أجلها هتف الأنبياء، ومن أجلها جاءت الأوصياء، ومن أجلها ضحت الأولياء. وإذا بالبيوت خاوية من الصلاة، والمساجد خالية من المصلين، لابد أن يعود حسين جديد حتى يعيد إلى الإسلام جدته، ويعود إلى المساجد نظارتها، ويأتي بالناس إليها بعد أن أخلوها وتركوها خالية خاوية. الأمانة شنو؟ الركيزة الأولى هي هذه. يدي ما كان ضد أسد، أنا أقول وغيري يقول والفاهم يقول، يزيد ما كان مضادا للحسد، يزيد قام ضد الشريعة، يزيد قام مضادا للصلاة، يزيد قام هادما للمساجد، يزيد قام محرفا للكتاب، يزيد قام محرما لحلال محمد ومحللا لحرامه، يزيد مبكرا لأحكام الله، يزيد طامعا على الكتاب، يزيد مفسد في البلاد. فقام الحسين ضد الفساد، مو ضد يزيد، ضد العناد، ضد الطغيان، ضد تبعثر الأحكام، ضد تضييع الحقوق، ضد تضييع حق العام اللي نادوه به، ضد تضييع حق المؤمن المسلم، ضد هذه. قام الحسين من أجل هذه المثل. يزيد أراد القضاء على المثل الإسلامية، والحسين قام لإعادة المثل الإسلامية. وفي كل دور، وفي كل دور من الأدوار، كل من سن على منهج يزيد يكون محشور حاشرا نفسه مع يزيد، وكل من ساعد ولو بمقدار خيط في إبرته كان شريكا لمن قام ضد الحسين. لعن الله، مو قلنا أمس، لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك يا أبا عبد الله. احنا نسير ويا الحسين ان شاء الله، اجسادنا مجتمعة في هذا الماتم، لكن قلوبنا معه، قلوبنا مع الحسين في ركبه حسب السيرة المتبعة. الحسين حسب السيرة المتبعة التي نسير عليها، خرج الحسين والركب معه، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى. هذه كلها مقدمة. زين، من المدينة خائفا خرج في ليلة مظلمة، أو لا، ذات رعد وبرق. هل يقول خائفا؟ خائفا مما؟ خائفا مما يخاف الحسين؟ خائفا على دمه،
اختل، فإنه قال في خطبه وفي أقواله كأني بأوصالي ندري خائفا على دمه، خائفا على انتهاك الحرمات في بيت الله وحرم رسوله، حرم الله وحرم رسوله تنتهك فيه الحرمة ويكون مهرقا للدماء، موضعا لإهراق الدماء، ويكون سببا في إثارة الفتنة فيه. فخرج الحسين وجاء مودعا أول ما ودع ليلا قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن جريا على السيرة لا بد وأن نعرج على هذه المراحل مرحلة بعد أخرى. جاء والضجع على قبر جده رسول الله قائلا السلام عليك، سلم وياه، السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا رسول الله، جدا انا فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلفتني في امتك، فاشهد عليهم يا رسول الله فانهم خذلوني. شوف العناوين، العناوين انت اتبع العناوين، هاي كلمات الحسين انت اتبع العنوان، فانهم خذلوني وضيعوني وارادوا قتلي وها انا خارج بالرغم لا بالرضا. وينك يا شيخ حسن الدمستاني؟ قال انا حاضر. ضمني عندك يا جدا، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، حلني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذوق منها قليلا بلغة من برها، ها انا مطرود رس فاجر في برها تاركا مني برغم دار سكن الوالدين. جنة رب العيش من بعدك بالاقدار شيء، وأشاغ الهم رأسي قبل أبطال المشيب، فعلى من داخل القبر يعني، وإذا بالقبر يموج كما تموج السفينة في البحر، وإذا برسول الله في كتيبة من الملائكة عندما حومت عين الحسين ضمه إلى صدره قبل ما بين عينيه قائلا حبيبي حسين، حبيبي حسين، كأني بك عن قريب مزملا بدمائي مذبوحا من قفاك بأرض يقال لا كربلاء، ونحن إليك مشتاقون، فالعجل العجل إلى أرض مصرعيك، ضمني عندك يا جباه في هذا الضريح، حلني يا جاد من بلوى زماني يستريح، ضاق بي يا جاد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين،
جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل عبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء. الأخبار قالت، الشيخ حسن يقول ما ادري ما اخذها من الأخبار، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب بافتجاع ونداء يا حبيبي انت يا ريحانة القلب حقيق بالبلد، انما الدنيا وعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد اكمل، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابرين ستذوق الموت، ستذوق الموت ظلما راميا في كربلاء، وستبقى في سرى حافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز وتجن. هنا الحسين قام يرتعش، وكأني بالعيابة كأني بالأيام من بناتي تستغيث شربا تستعطف القبر، وقد عز المغيث قد برى أجسالهن السير ضرب والسير الحثيث، مثل السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. الحسين خاف، خايف من إراقة الدماء من دمه، خائفا من إراقة دمك بغير حق، خائفا أن يراق دم بغير حق، خائف على أن تنتهك الحرمات، خائف على أن يغدر الناس ويظلموا ويقهروا ويستعبدوا ويسترقوا، هذا خوف الحسين. خائف عليك، خائف علي، خائف على الأمة، هذا هو. إجا قال لأهل البيت، قال لهم البارحة أنا مجتمع مع رسول الله الحسين، وأخبرني حرفيا بكل ما يجري علي في كربلاء. الحسين خايف، حين نبى، وينك يا شيخ حسن؟ قال حاضر. حين نبى آله الغر، مشى. يلا نقرأ، هذا خايف. حين نبى آله الغر بما قال النبي أطلق الأفق عليهم بقتام الكرب، فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغربي، غشيتهم حتى هم، حتى هم العائلة، العائلة صبرهم صبر الحسين، موقفهم موقف الحسين، تضحيتهم تضحية الحسين، نفسياتهم نفسية الحسين، صارها بيت حي. لبالك هم خايفين على انفسهم. هذا حسن واخذ هاي القصيدة عن علم، يقول حين نبى، اخذ المعنى بالاخير في البيت الاخير، حين نبى آله الغر بما قال النبي اظلم الافق عليهم بقتام الكربي، فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغربي، غشيتهم ظلمات الحزن الاجل. زينب تبكي على نفسها، سكينة تبكي على نفسها، العائلة تبكي على نفسها، ما؟ غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين. أنت الآن تبكي على نفسه، لو تبكي على فقدك للحسين.
فلقد اشهد لقد شاركناكم. ها كونوا مطمئنين، اشهدوا لقد شاركناكم. اذا نسير مع الحسين، نسير بسيرة الحسين ونسير على منهاج الحسين ان شاء الله، ونلتزم الامانة. ان عرضنا الامانة ميثاق الحسين، العهد للحسين، هاي الامانة الذي ضحى من اجله الحسين، هاي الامانة يكون نحتفظ بيها ونضيعها. لعن الله من ضيع الامانة. الاحتفاظ، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. المودة هي الامانة. اذا الحسين ليس بخائف على نفسه، وانما خوفه على الشريعة من اجل تقويمها. ولقد شكى الدين الى الحسين شكايته وبث ما اصابه، يصعدون المنابر مخمورين ويتقيون في المحاريب خمرهم في مسجد رسول الله. لولا فكان الدين دين أمية والكعبة الغراء أضحت مفسدا، هتكت حرمتها، هتكت حرمة الكعبة وهتكت حرمة المسجد، لأن هذا المسجد فرع عن الكعبة. فمتى ما هتك حرمة مسجد في قطر من الأقطار فمعناه هتك الحرم، لأن هذه المساجد عيار عليه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هدها هذا التاريخ شاهد. وكل فرد لا يستقبل الكعبة فقد نفى وجوده، كل فرد لا يستقبل الكعبة فقد نفى وجودها. شلون؟ لأن الصلاة فيها من شروطها الاستقبال، من شروط الصلاة الاستقبال، فاللي ما يصلي ما يستقبل. فإذا ما استقبل نفى وجود الكعبة، فإذا نفى وجودها حكمه حكم من هدم الكعبة، لأنه نافي وجود كعبة. يقول أنا ما لي شغل لا ويا كعبة ولا ويا مسجد ولا ويا حرم، ولا لي ارتباط به ولا التزام بالمرة. فإذا كان شريكا ليزيد. نجي إلى الآية الشريفة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إلى أن نوصل للأخير حتى نأخذ بالسيرة ونجمع، ولو كان جمع ملفق، لأن ما يمكن أن تأتي بالسيرة الكاملة، جمع ملفق يعني شيء بعد شيء حتى نأتي إلى النهاية، ونسأل الله القبول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات واضحات، مقام إبراهيم هذا واحد منها، الحجر الأسعد هذا اثنين، الركن والكذا هذه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله. أنت كمل الآية. ها أنا أريد آخر الآية، غرضي بالأخير، ومن دخله كان خائفا، لا ومن دخله كان آمنا، مو من أيام الإسلام، قبل أيام الإسلام في الجاهلية الجهلاء. أيضا من دخله كان آمنا. شو اللي قلب الأمن إلى الخوف؟ منو اللي غير أمن البيت إلى الخوف؟
اللي غير في الشريعة. واذا بالحسين صدق رسول الله اعظم شخصية بعد جده وابيه واخيه، قدوة العالم، سيد شباب اهل الجنة، خرج من المدينة ملتجئا الى موضع الامن، موضع الامان، موضع الاطمئنان، موضع التوثق بجميع ما بالوساطة والامانة والصيانة والحفظ في تلك التربة، في تلك الحق. واذا به محاط بجيش مدجج 30 شيطانا، في رواية من شياطين بني امية، يقتلون حسين كان متعلقا باستاذ كعبة. لماذا؟ على شرعة غيرها الحسين، ام على سنة بدلها الحسين، ام على منكر لم ينكره الحسين على وتنكر له؟ ابدا ابدا، لم يكن ذلك ابدا. هذا التاريخ شاهد ان الحسين كلمته صريحة، موقفه قال لا اعطيكم بيدي، قال الذنب. هاي كلمة الحسين، وهذا منهج الحسين، وهذه سيرة الحسين، وهذا موقف الحسين. قال لا اعطيكم بيدي، اعطاء، هذا البيان الاول، لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل، ولا اقر او لا افر فرار العبيد، انا لا ارى الموت هذا الخائف، انا لا ارى الموت الا سعادة، والحياة مع الظالمين الا برمة. هذا الحسين صريح، مثلي يبايع يزيد، شارب الخمور، شوف اول قدم شرب الخمر لانه اساس كل بنية على الاسلام والمسلمين في اي قطر وفي اي مصر وفي اي ارض. والله لو كانت خيام تعيش في الصحراء ويشرب اهلها الخمر لاحترقت به. مواعي بلدان الاسلامية ما بها واعي، الخمر حق على الله، كالربا، كما ان الربا حرب على الله كذلك الخمر مفسدة، وهو ابو الجرائم، وضعت الجرائم كلها في بيت ووضع مفتاحها شرب الخمر، فاذا فتح الباب جاءت الجرائم تتلاحق بعضها ببعض. ولا يشك في ذلك حتى من يشربها، يشهد، اللي يشربها يشهد، يقول صحيح، ما يحتاج الى ادلة، اللي يشربها يقول صحيح، من اشربها اغيب عن الوجود. بعد تعال جيب لها ادلة وحط لها ادلة، هذه حرام من القرآن، مي حرام في القرآن، القرآن ينادي هذه حرام قالوا ما يصرح، الشريعة تنادي هذه حرام قالوا ما فيها وضوح، احنا ما نعرف الا واضح وكذا. هو بنفسه اللي يشربها يشهد على انه يغيب ويفعل كل شيء. نوبة واحدة من الخمارين لقاني في الطريق واحد اللي هو يقول شيخ، قلت له نعم، قال نجوم كم من نجم في السماء، وهو دخل لي يوقف، ها مو واقف ما يقدر يوقف، يسوي لي النجوم كم من نجم في السماء، يثبت، قلت له يوقف اول، يوقف حتى تسأل. الحسين قال انا ما ابايع شارب الخمر، يوم تسمعون الحسين قايل ما يبايع شارب الخمر، انتون يا المسلمين اللي في ذاك العصر
يوم عرفتوني الحسين يقول انا ما ابايع شارب الخمر. كان قلتون لي الى الحسين يا ابا عبد الله ما يشرب الخمر يزيد. هذا كل تاريخ، هذا كل تاريخ. ويوم يقول الى مروان، ويوم يقول للوليد، ويوم يقول الى الجماعة الباقين هناك من اخذ البيعة، قال لهم انا مثلي لا يبايع شارب خمر. كان قالوا لا لا يا حسين يزيد ما يشرب، ما قالوا. ولو قالوا كان نقل التاريخ، ما نفوا. حتى اصحابه يعرفونه يشرب خمر. كان قالوا يا يزيد يا حسين انت صادق، ما دام انت ما تبايع شارب الخمر عجل انت موقفك موقف صحيح، واحنا وياك لا تلهم يشربون. كيف يقولون ليه وهم يشربون؟ كيف يحرم الخمر من يشربها؟ وكيف يعاقب عليها من يشربها؟ الوليد ومروان يشربون. وهذه بطانة يزيد، وهذه أتباع يزيد، وهذه ولاة يزيد، وهذه اللي يحكمون باسم يزيد واللي يمضون باسم يزيد. هذول هم ما قالوا يوم قال الحسين أنا مثلي لا يبايع شارب الخمر. كان قال الوليد لا لا يا أبا عبد الله إن يزيد لا يشرب الخمر. أستغفر الله، ما قال. ويوم لاقاه مروان في الطريق، مروان لاقى الحسين بعد في الطريق، وقال له أبا عبد الله أوقف، أوقف لي دقيقة واحدة، وقف لي دقيقة واحدة. وقف الحسين قال له إذا كنت يحكي ويا الحسين، إذا كنت تريد الفوز في الدنيا والآخرة فعليك بمبايعة يزيد. هذا مروان سعادة، هي نصيحة خذها يا أبا عبد الله، نصيحة خذها من عندي. إذا تريد الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بايع يزيد. وش قال الحسين؟ قال ويلك يا ابن الخمارة. شوف هذا الحديث وهذا التاريخ، مقاتل الشيعة ومقاتل السنة. ويلك يا ابن الخمارة مثلي لا يبايع شارب خمر. كان قال له مروان لا لا انا ابن خمارة، استغفر الله، ولا يزيد شارب خمر. ما قال، قال ترى رأيك يا حسين مش عنه، ما قال له شيء ولا نفاء. والجماعة وياه يسمعون، ما هو ماشي بوحده. جيبوا لي اذا في التاريخ، جيبوا اذا في التاريخ من 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 هؤلاء من قال للحسين ترى لا يا حسين هذا لما يشربوا الخمر واحنا بنوقف وياك، ما احنا بنوقف وياك. ها هذا تبين، اهو تبين يزيد بن معاوية يشرب خمر. عجل يا حسين جندنا معك، يا حسين سجلنا معك، يا حسين افتح دفترك لنسجل اسماءنا لمحاربة الظلم والطغيان وشرب الخمر والمفاسد. ما قالوا؟ الحين لو واحد مثلا يجي لك وتلزمه على الصلاة خلف شخص، مثلا خلف شخص، ويقول لك ها، ويقول لك هذا ما يصلى خلفه، صلاة واحدة ما يصلى خلفه، لماذا؟ قال لأنه يفعل المنكر الفلاني ومجاهر به وهذا مخل بعدالته. اتأكد، بتقول اهو صدقه، عجل انا بتأكد اول وباشوف هذا يفعل المنكر اللي قال به لولا، ما يصير اروح انا اضيعها الامانة واسلمها بيد شخص يفعل المنكر، وهي صلاة واحدة المسلم يحافظ عليها، ما يرضى يوديها الا في مكان امين وحصين. وتالي هالمسلمين اللي في ذاك العصر يعرفون هذا يشرب الخمر ويلعب بالطنبور وبالفهود ها والقرود والاغاني في الليل والراقص والليالي الحمراء وايضا مثلا تبذير الفاء وظلم والظلامة الصارخة خلف قصره وكل شيء يحدث وهم حافين به يدافعونه. جايلين من امس
خمس سيوف، خمسة سيوف قامت على الحسين، خمسة بيناها أمس، خمسة. وين التجي الحسين؟ وين التجي؟ وين يعوي؟ وين يروح؟ يا مسلمين، ما أسألكم لا، وين يلجأ؟ على الخائف، على الدين، وين يلجأ؟ وين يلتجي؟ لمن يصرخ؟ لمن يعود؟ لمن يتكلم؟ لمن يتصل؟ لله، لله. راح بيت الله الكبير وتعلق بالأسدار وتعلق بالكعبة ونادى أنا في ضمانك يا الله، أنا في حماك يا رب، قد قصدت بيتك طاردوني. السيد يقول وكأنما المأوى عليه. وقد انجلى يلا وينك؟ وينك؟ غايب الحاضر. وقد انجلى عن مكة يا الله. وين صوتك؟ بنشوف إلى جهة البيت، بيت الأمان. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، بكرر البيت، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لم يبرئ يقول ابن عباس خرجت كف من الكعبة صافحت الحسين وقالت له يا ابا عبد الله احلل من احراميك فان القوم قد عزموا على عسفك دميك ولو كنت متعلقا باستار الكعبه. سئل ابن عباس ما هذه الكف؟ قال هذه كف جبرائيل. خطب الحسين خطبته قائلا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. خط المايات على ولد أم، خط القلادة على جيد الفتيات. وما أولاني إلى أسلابي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرني مصرع أنا لاقيه كأني بأوصاني تقطع أسلال الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملان مني أكراشا جوفا أجربة سوبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصر على بلائهم فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته،
هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه وينجز بها وعده على. فمن كان باذلا في نصرتنا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل في أمان الله في أمان الله. يا أبا عبد الله وارتجت أركان البيت ونادى من معه في دعة الله. يا أبا عبد الله محمد بن الحنفية كان قد لقيه ليلى فتكلم معه في امره وقال له ابا عبد الله وابدى له النصيحة. فبينما هو كذلك واذا بالحسين عازم على الخروج نكد عيشه واتى مهرولا مسرعا لما سمع بخروجه في رواية لزم خطام الناقة قائلا بلسان الحال نادى محمد والدمع بالخد تبديد في اي وادي الاخو بتعيد العيد في اي وادي الاخو بتعيد العيد لا وين هالشيلة يا خويا بها الضعين يصعب علي ارجع بلياك المدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة كون المدينة من عقبكم صاير مشين وسكنا بقلبك صاير جروح ويا عقب حجك يا خويا سافر وروح سكت يا خويا بنت اخوك وخفف الناس والخبر هدكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصر ليجيك مكتوب السلام كان انذبحنا لازم تردها اليتامى بيني وبينك حمرتي الدنيا هدى وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد قلا ودمع العين فوق الخد يكسر وين التسلي يا الأبو وين التكبر بطل يا خويا من الحكي قلبي تفطر سليت روحي من جبهتها بهالمواعي ما اقدر اقوم اودع الشبان يا حسين خلهم يجوني ودعوني يا ضي العين ضلت راوني بعجل فخر النساوي نادركم محمد اخوكم يا صناديق حاطت على محمد تحن ذيك الحمولة هذا يحن وذاك دمعاته حمولة ومن شاف زينب بالجمل وتحوم تقل يا اخويا البكا وحناح ما يفيد ومن شاف راسه وشاف زينب وام كلثوم نادى يطيب طاحوني ما اقدر اقول لم يدري اين يريح يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا كف أيدي السوء عنا بيدك وسلطانك يا كريم يا كريم يا كريم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين احفظ المؤسسين والحاضرين فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم ورحمهم